يصدر أو تصدر المغرب رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئة أممية الخاصة بالدول المفاعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة ألف في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه شهر دجنبر الجاري. ويعكس التصنيف في هذه الدرجة اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتبر اللجنة ذات أولوية في استعراضها. وقد جاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة وحصوله على الدرجة ألف بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.